السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بيبي كلاس؟ هنبدأ الآن حصة القرآن الكريم، وعايزين نبدأ مع بعض بالدعاء. يلا ارفعوا ايديكم معانا وادعوا. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. هنبدأ الآن بالمراجعة، هنرجع اليوم الثلاث سوى، هي سورة الإخلاص والمثل والنصر. هنردد ورا الشيخ، الشيخ هيقولهم واحنا هنردد وراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. دي كانت سورة الماعون اللي أخذناها الحصة السابقة. فاكرين كانت بتتكلم عن مين؟ كانت بتتكلم عن الكفار اللي مش بيؤمنوا بربنا وبيأذوا أو يضايقوا اليتيم، مش بيعطوا الفقراء فلوس. وبتتكلم كمان عن المنافقين اللي بيعملوا نفسهم بيصلوا قدام الناس، ولما الناس تكون مش موجودة ما بيصلوش، وكمان مش بيحبوا يساعدوا الناس. لو الواحد طلب منهم حاجة مش بيرضوا يساعدوه. المفروض المسلم الكويس يحافظ على الصلاة، أول لما الأذان يأذن نتوضأ ونصلي عشان ربنا يحبنا، لما حد يطلب مننا حاجة نساعده. طيب احنا بعد القرآن الكريم عايزين نراجع حديث اخذناه الحصة السابقة، وهو حديث الهدية. كان بيقول ايه الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. يلا نقوله تاني مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. طيب هنراجع حديث تاني اخذناه اللي هو الحديث الاول. اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله
دخل الجنة. يعني إيه؟ مين بيحب ربنا؟ كلنا. يبقى لازم نؤمن بيه ونعبده كويس، يعني لازم نطيعه ونصلي ونصوم، ولما نعمل كده ربنا هيدخلنا الجنة. هنقول الحديث ثاني مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب اليوم هنأخذ قصة جميلة عن نبي من الأنبياء وهو سيدنا صالح. كان قوم سيدنا صالح اللي هم أهل وجيرانه وأصحابه مش بيعبدوا ربنا، وكانوا بيعبدوا الأصنام اللي هي تماثيل بيصنعوها من الحجارة. فربنا أرسلوا ليهم عشان يقول لهم يعبدوا ربنا، ما يعبدوش حد غيره. فقعد يتكلم معاهم وينصحهم ويقول لهم لازم نعبد ربنا عشان هو اللي خلقنا ورزقنا، بس ما رضيش يؤمنوا بيه وما سمعوش كلامه. وقالوا له: لو انت صادق مش كذاب خرج لنا من الصخرة، خرج لنا من الصخرة دي ناقة، يعني أنثى جمل، وتكون حامل. فسيدنا صالح قعد يدعي ربنا لحد ما ربنا استجاب له، وخرجت من الصخرة ناقة زي ما هم طلبوا، لأن ربنا قادر على كل شيء. فسيدنا صالح قال لهم في شرطين، يعني طلبين: أول طلب ما تقتلوش الناقة، ثاني طلب إنها تشرب من البئر، كان في بئر ماء هي تشرب منه يوم وهم يشربوا منه يوم. فاتفق الأشرار إن هم يقتلوا الناقة غير منهم، عشان هي كانت بتشرب من بئر الماء في يوم ليها لوحدها، وهم وحيواناتهم بيشربوا في اليوم التاني. فتجمع 9 رجال وراحوا عند الناقة وقاموا قتلوها. سيدنا صالح لما عرف زعل قوي، وقال لهم بعد 3 أيام هيجيلكم العذاب. وربنا فعلا ادالهم فرصة 3 أيام، لكن ما أمنوش، وبعد 3 أيام بالظبط ربنا أهلكهم وماتوا كلهم. وربنا نجى المؤمنين الحلوين اللي أمنوا بيه، وأهلك وموت الكفار الوحشين اللي مرديش يؤمنوا بيه. وده كان جزاءهم عشان هم كفار مرديش يؤمنوا بسيدنا صالح، ما سموش كلامه وما أمنوش بربنا. إيه رأيكم في القصة دي؟ إن شاء الله هنكمل الحصة القادمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.